سعيد لأن خلق فضاء يسمح لقيادي اشتراكيين واشتراكيين ديمقراطيين شباب بالتواصل وتبادل وجهات النظر وخلق علاقات مباشرة، ما لا شك فيه أنه شيء إيجابي بل وحيوي. تمكين الشباب في الأحزاب من التمرس على السياسة ضرورة حتمية لضمان استمرار وتجدد مشروعنا المجتمعي. شخصياً أنا الذي انطلقت في الشبيبة الاتحادية وعمري 16 سنة وقد أصبحت اليوم شيخاً، مقتنع بأن التمرس يمر بالتأكيد عبر العمل في الجامعة، عبر الترشح للانتخابات محليا أولا ووطنيا ثانيا، عبر تمثيل المواطنين، وكذلك عبر الانفتاح على العالم والتمرس على العلاقات الدولية. العالم اليوم مطالب بالإجابة على أسئلة وإكراهات تتجاوز قدرات وإمكانيات البلد الواحد، ولو كان هذا البلد هو القوة العظمى الأولى. لا أدل على ذلك ما أبانت عنه جائحة كوفيد-19 من كون المخاطر التي كنا نتأهب لمواجهتها ونتسلح لحماية أنفسنا وأوطاننا منها لن تكون هي المخاطر التي قد تفتك بالبشرية. اليوم التهديد الأكبر على حياتنا جاءنا من كائن مجهري لا يميز بين فقير وغني، ولا أبيض وأسود، ولا يأبه بالحدود، ولا يمكن غلق الحدود في وجهه. لذلك فإن أي حرب ضده كانت تستدعي مجهوداً مشتركاً للبشرية جمعاً، على مستوى البحث العلمي، على مستوى التعاون اللوجستيكي، على مستوى التدبير الاقتصادي والاجتماعي. إلا أن ما لاحظناه في وقت الجائحة هو العكس تماماً. ساد الارتباك في التعاطي مع الجائحة في الأسابيع الأولى، سواء على مستوى حكومات دول عظمى وتكتلات قارية، بل حتى منظمة الصحة العالمية، بل حتى هيئة الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن. كل المنظمات الموازية، الشيء الذي يدل على أننا غير مؤهلين اليوم للتعاطي مع هذا النوع من المخاطر، وأننا لم نرتقي بعد لتجاوز أنانياتنا الفردية في حل هكذا أزمات، خاصة
بعد تنامي الشوفينية والعنصرية لدى مجتمعات الدول العظمى في العقد الأخير. نفس التحدي يفرضه علينا اليوم التغير المناخي الذي أصبح منذ الألفية الثالثة قضية تسترعي انتباه الجميع نظرا للمخاطر المهولة والمتعددة التي يسببها هذا التغير على حياة الإنسان والبيئة. ومن يعيش داخلها من كائنات حية أصبحت الدول تسعى إلى نهج نمط تنمية مستدامة يحفظ التوازن بين تداعيات التطور الاقتصادي والاجتماعي المتسارع من جهة، وبين مستلزمات المنظومات البيئية من أجل ضمان العيش السليم للمواطنات والمواطنين اليوم وفي المستقبل من جهة ثانية. هذه الظواهر لها تبعات أقوى من الحروب والأزمات الاقتصادية. يدفعنا هذا لمساءلة منظماتنا الدولية والإقليمية التي عجزت عن التعامل مع هذه الأزمات الجديدة بكل المقاييس. فإذا كانت البشرية عبر التاريخ قد أبدعت جهازاً كعصبة الأمم إبان الحرب العالمية الأولى لتفادي الحرب في أوروبا،